قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. إذا تحبوا صح بلادكم يا الجزائريين بارطاجيو هذا الفيديو، خليوا الفيديو يوصل لكامل الجزائريين. خاوتي ندخلوا مباشرة في الفيديو، ما تنساوش برك ديروا اللايك، اهبط لتحت خويا الجزائري دير لايك، لازم عليك دير لايك. يا المتابعين دبروا ريسانكم كيفاش ديروا لايك باش يوصل الفيديو هذا الكامل للجزائريين، لأنه تاع الصح سكتنا لهم بزاف هذو الخانزين، سكتنا لهم بزاف هذو الخانزين لدرجة أنهم لحقوا يسرقون الشهداء. نعم يا الجزائري كيما راك تسمع، على بالك راح تشوف الفيديو هذا دوك تتقلق بزاف بزاف. خانزين تاع الصح سرقوا لنا شهداء الجزائر وفي الاعلام تاعهم يعني امام كل المراركه يتحدثون بهذاك الشكل بشكل عادي وجاتهم نورمال خلاص. بعد السرقات المتتاليه يعني اي حاجه تخص الجزائر لازم المغربي يسرقها، ما كانش كيفاش. خليونا من حكايه الزليج وهذيك، لكن كاين بزاف امورات واحد اخرين سرقوهم يا خاوتي، والله غير السرادقة 100%. التاريخ ما عندهمش، شفتوا جميع واحد يسعى الى سرقة تاريخ كل بلد مجاور له اعرفوا باللي هذاك البلد ما عندوش تاريخ، ما كانش عندهم تاريخ. لكن قبل ما نشوفوا الفيديو الصحفية الخانزة اللي تكلمت عن الجزائر يا خوتي وشهداء الجزائر بانهم مراركة، نعتلكم واحد الفيديو يطلع عليكم المورال ويضحككم وينحيلكم القلقة هذيك باش تدخلوا في الجو تاع انكم تبداو تضحكوا عليهم يا الجزائريين. شوفوا مليح ليكيب، اليوم رحنا شفنا ليكيب ناسيونال في السطاد تاع براقي، الله يبارك، روعة وفخامة. واحكي لي التيو اللي راهو من اللور، يا فيف التيو خويا راهو شاعل خويا، والبرد كاع ما كاش. اللي فهم الميساج يكتب لنا في الكومنتار 1 2 3 فيفا، اكتبوا له في الكومنتار يا خاوتي، ياه اللي يفهم الميساج يكتب له في الكومنتار. على كل حال باينه مادام التيو يدمر الجزائر جامي تكمل، هكذا مليحه يا المراركه يا الطحاحنا اللي وصلتونا للشهداء تاعنا. الان يا خاوتي نروحوا مباشره نشوفوا الفيديو تاع صحفيه مغربيه وامام الجميع قالتها لهم بانه شهداء الجزائر مغاربه، شهداء الجزائر مراركه. وبشويه برك على التعليقات على بالي راح تدخلوا فيها وش راح نقول لكم. مات شو هذه وداروا عليه بولفاخ محمد التهلي صوري، وكيقول لك 1.5 مليون شهيد جزائري، راه نص مغاربه الشهداء اللي ماتوا. سمعتوا يا خاوتي قال لك نص شهداء الجزائر مغاربه. نكملوا انا ساكتين. نص انا ولد خالي منهم داروا عليه بولفاخ قداش هو في سونتر فيل ديال وهران محمد التهلي بولفاخ عليه، وكيقول لك الجزائريين راه 1.5 مليون شهيد، راه نصهم مغاربه، نصهم مغاربه. شفتوا يا خاوتي فهمتوا الان علاش قلت لكم ما يحشموش هذو الناس، ما يحشموش هذو الناس وما همش محبسين عند هذا الحد. مازال يا خاوتي مع الوقت يزيدوا يسرقون لنا كلش تاعنا، يسرقون لنا حتى العلم الجزائري ويقول لك عالم مغربي، يسرقون لنا حتى العادات والتقاليد تاعنا من آل الزاد ويقول لك هذه العادات والتقاليد تاعنا. نكملوا خاوتي. الحرب باش تنقل الجزائر اللي شافوها نتاعهم واللي سمعوا بها عندهم فيها النص. او جاوبكم رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، ولا نقولوا له عمي تبون واش من رئيس الجمهوريه، احنا عمي تبون من الاخر ولا لا يا خاوتي؟ او جاوبكم كيما يلزم الحال، اللي شفتوها تاعكم واللي سمعتوا بها عندكم فيها النص يا المراركه يا الطحاحنا. الشهداء خط احمر، الشهداء خط احمر. على بالك السبب الحقيقي لكره الجزائريين لكم هو التكلم تاعكم في الشهداء، هو استفزازكم الجزائريين بالشهداء. يا الشهداء بعاد عليكم، بعاد عليكم، ما تقدروش تلحقوهم خلاص. يا جدك انتوما ما عندكم شهيد واحد، عندكم غير الخطابي يا جدك في التاريخ تاعكم كامل، وجايين تتكلموا عن شهداء الجزائر اللي ضحوا من اجل هذا الوطن الغالي. على بالكم يا المرخص يا الطحاحنا المراركه باللي ماهيش 1.5 مليون شهيد فقط، وانما لحقت حتى 5 ملايين شهيد في المدة الطويلة تاع الاستعمار الفرنسي. باش تعرف الجزائري ما يرونديش، باش تعرف الجزائري ما يسكتش على حقه. نقطة عد إلى السطر، الجزائري ما يسكتش على حقه وما ينساش. 130 سنة
هما عقاب الدولة الخيرانسية يلي ديتوا الحماية الخيرانسية. ها انتم فرنسا كيفاش خرجت من عندكم؟ خرجت من عندكم عن طريق توقيع اتفاقيات الحماية الخيرانسية وبزاف امورات يا خاوتي، منها التواطؤ المغربي ضد الجزائر. خيرانسا تخلات عن كامل مستعمراتها من اجل احتلال الجزائر، لانه شافت الجزائر يا خاوتي هي القوية فيهم وهي المليحة فيهم والمخيرة فيهم. لكن مع الوقت عرفت باللي دارت غلطة كبيرة، لانه خلطت في واحد الشعب ما ينساش وشعب ميرونديش. من الاخر هذه هي في بالكم الجزائريين كيفكم يا المراركة يلي بعتوا اراضيكم بسكيلات بدراجة هوائية يا خاوتي؟ ام واكون جات دراجة نارية نقولوا معليش، فذاك الوقت كانت اختراع كبير. دراجة هوائية باعوا من اجلها يا خاوتي سبتة ومليلية وبزاف جزر اخرى، ماهيش غير سبتة ومليلية هادو برك اللي معروفين، وانما جزر عديدة تحت الحكم الاسباني وساكنين فيها اسبان بالجنسية الاسبانية يا خاوتي. ويقولوا لهم للمراركة ما تدخلوش عدنا، ما نسحقوكمش عدنا، غلقين لهم الحدود. غاضهم الحال كيما عندهم شهداء، غاضهم الحال علاش الجزائر عندها شهداء اللي ضحاوا من اجل هذا الوطن الغالي باش يكون مستقل 100%. ما كانش بلاصة الان مازال تابعة الى خيرانسا يا خاوتي. غاضهم الحال علاش احنا يا كيما هكذا وهما خوانا وهما باعوا بلادهم من اجل دراجة نارية ولا هوائية يا جدك وش من نارية يا خاوتي، من اجل دراجة هوائية باعوا بلادهم. غاضهم الحال وما حملوهاش، اما لا لجأوا الى الخطة با التي يلجأ لها المغربي دائما كي يفشل وكما يلقاش كيفاش يكومباطي الجزائري، ما يلقاش كيفاش يواجه الجزائري، يلجأ الى خطة سرقة الجزائر. خطة سرقة الجزائر تعتمد يا خوتي على زوج اطراف. الطرف الاول هو النظام المخزني الذي مدلهم الامر، الطرف الثاني الاعلام المخزني الذي يقوم بترويج للامر. وكاين واحد الطرف لكن مغلوب عن امره واللي هو الشعب المغربي الذي يتناقل الكذبة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ويصدقوها بشكل عادي خلاص. في رأيكم علاش؟ لأن الجزائر في طرف هذه القضية، لأن الجزائر داخلة في القضية، أي حاجة تقولها على الجزائر للمغربي يأمنك فيها ويمشي معاك فيها. فهمتوا يا خوتي؟ سيبورصان الإعلام المخزني دائما يتكلم على الجزائر باش يسهل لهم أنهم يتحكموا في الشعب المغربي المنتن، الشعب المغربي الذي سكت عن تهديم سكناتهم وأراضيهم من قبل ميمي ستة، الشعب المغربي الذي سكت عن التطبيع، الشعب المغربي الذي سكت عن السياحة اللي كاينة عند المغرب. وكي نتكلم بالسياحة مانيش حاب ندخل في التفاصيل احتراما ليكم يا المشاهدين. الشعب المغربي المنتن هذا يا خوتي هو الذي نفسه سكت عن ما حدث في القنصلية تاع بنو صهيون، ومن بعد يجيونا في التعليقات كل مرخص يسبوا الجزائر ويتكلموا بالسوء في الجزائر ويسبوا حتى شهداء الجزائر. هذو هما المرخص يا خوتي، هذو هما المنافقين، هذو هما اللي باعوا الشرف تاعهم وباعوا القضايا تاعهم، هذو هما يا خوتي اللي ما عندهمش اصلا الشرف يا الخانزين طحاحنا. اصلا لو كان نتكلموا يا خوتي بالواقع، نتكلموا يعني بلا لوجيك يا خوتي، نلقاو بانه من المستحيلات السبعة انه من المغرب يخرج من عندهم شهيد. ما كانش كيفاش يخرج شهيد يا خوتي، الشهيد وش معناته الشهيد؟ الشهيد اسم كبير يا خوتي، الشهيد ضحى من اجل وطنه، الشهيد ضحى بكلش، ضحى بالمال، ضحى بكلش بكلش يا خوتي من اجل الوطن تاعو. نقطة عد إلى السطر، قالهم أنا أضحي في سبيل هذا الوطن، هذا ما كان، هذا هو الشهيد. لكن أنتم يا المراركة لم تضحوا من أجل وطنكم، وإنما خيرانصة هي من منحتكم الاستقلال، خيرانصة هي اللي مدت لكم الواش، مدت لكم الاستقلال. إما لبلعوا فهمكم، ما زيدوش تتكلموا عن شهداء الجزائر، يا المرخص يا الناتنين. وبالك يا خوتي شفتوني متقلق في هذا الفيديو، ما كومش مالفين تشوفوني متقلق بزاف كيما هكذا، لكن بلغ السيل الزوبة، بلغ السيل الزوبة تاع الصح يا جدك، وصلوا انهم يسرقوا لنا الشهداء، كارثة بأتم معنى الكلمة. المهم الفيديو هذا نسحقوا يتبرطاجه مع كامل الجزائريين، دبروا ريصانكم يا خاوتي، ادعمونا برك باللايكات تاعكم والتعليقات تاعكم، خليوا الفيديوهات تاع القناة توصل لكامل الجزائريين، لأنه لو كان جينا نتكلموا في حاجة فيها السوء لتقيس الجزائر
ثم بالك ما تبرطاجيوش، لكن رانا ندافع عن الجزائر وندافع عن شهداء الجزائر وعن الشعب الجزائري وكل ما يخص الجزائر. هذا ما كان يا خوتي، معاكم خوكم شرف الدين، نتلاقاو في فيديوهات قادمة والسلام عليكم. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.